حنبلش اليوم بشكر صادق وتحية وتقدير لسيدات المطبخ الطرابلسي يلي بحب كبير لبوا الندى وتعبوا وحضروا أطيب المأكولات وتوجهوا عدار اليتيمة ليتعرفوا على أجمل بنوتات. هالدار يلي فايت حب نظافة وترتيب بتحسوا فيه القلب على القلب قريب، وبكل الحنان الموجود بالدنيا لاقونا البنات وملوا المطرح علينا. كان مشوار كله فرح وضحك وسعادة، شرجنا طاقة إيجابية فوق العادة. هو هيك دايما عمل الخير بيخليك تحس إنك إنسان وبدك تساعد خيك الإنسان وبس. فرحة هالصبايا الصغار بالستات يلي بكل حب عجنوا الأكل والحلويات. تسوى كنوز العالم واللي فيه، وكل هالكلام ما بيقدر كل شخص شارك تعب ويوفيه. الله يبارك بجهود الجميع ويزيد، حتى هيك زيارات نكتر ونعيد.